قررت الجلسة الطارئة لمجلس الشيوخ. منذ قليل بدأت الجلسة الطارئة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وارتدى معظم النواب والنائبات الملابس السوداء حدادا على أرواح شهداء غزة وشهداء مستشفى المعمداني. وجاءت قرارات الجلسة الطارئة لمجلس الشيوخ كالتالي: تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتخذ من إجراءات لحماية الأمن القومي المصري، والتأكيد على الاصطفاف الوطني للمصريين خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية، واعتبار أي محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين لسيناء خط أحمر، إدانة الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على غزة والمدنيين والمستشفيات، واعتبار الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية جرائم حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي، ارتكاب إسرائيل جرائم دمار شامل بالمخالفة لكل القيم الأخلاقية والإنسانية، رفض التأييد السافر واللا أخلاقي من بعض الدول الغربية، ودعوة مجلس الأمن الدولي إلى القيام بدوره في حماية الشعب الأعزل في غزة، الضغط الدولي على إسرائيل للسماح بدخول المساعدات الإنسانية من مصر، وإدانة قصف مستشفى المعمداني وقتل الأطفال كجريمة إنسانية. وقال إسماعيل عثمان أمين عام المجلس في رسالة موجهة للنواب: عملا بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس، فقد تقرر عقد جلسة طارئة لمجلس الشيوخ اليوم لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، كما يعقد مجلس النواب جلسة طارئة لمناقشة الأوضاع في فلسطين غدا الخميس في 1 ظهرا لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. وإلى هنا تنتهي نشرتنا الإخبارية، شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة.